في حارس الأهلي إمام عاشور الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مصر. إمام مروة كبيرة كبيرة بعد التغيير. نجم الأهلي ومنتخب مصر يتحدث عن أسرار حصد 6 بطولات خلال 54 مباراة فقط مع القلعة الحمراء. والهدف يا الهرام. ويستعيد ذكريات الإنجازات والبطولات وتحطيم الأرقام القياسية. وطموحات المارد الأحمر في كأس العالم للأندية. انتظروا إمام عاشور في حارس الأهلي على قناة الأهلي.